بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعندا وديال كسو دواد برنامجكا ورايسiga todobaadka oo aan laab idin kaga soo gudbino TV-ga Universal magaalada Nairobi barnaamijkeena ورايسiga todobaadka xilligan waxa martay inoo go'a sidaad arkaysaan siyaasiga Soomaaliyeed waa gudoomiyaha xogeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya Faarax Macallin waana xubin ka tirsan isbahaysiga mucaaradka code oo ah xubin firfircoon ma ahan Faarax markii ugu horeysay ee aan ورايسi wada yeelanayno marka laga soo tago xaaladda guud ee dalka waxaan jeclaan lahaa bar horta ka isbahaysi ahaan code حسب جينا كو يعني اسمها هيسي كوري أتكمل كتهاي معارض كأ معلومات أي واحد سوى جد سين إن دبل أقول لابتو دستوركي وقضى بلا قاركود وحلاقة بدلاي إن أنت هي رتها وش اسمه دم بيسي وش رنتي ذاتكي أساس كأجوري سوى جدي وأنا أنا وكمدها ده لا وقف هنا لا بدي وأنا كمدها مركا وأد أو أنت هي ذا أقول أوليني وحنا هو حاويان أنه كلي وحان استوصني مركي هذا هاد إن لو باهن يهد استور كإن وحبنا العلوس لقب الدلوح هذا النظام كهذا وضع كوكو الشقية وفيدراليزم كويرة دو وكاونتي سيستم كي وامركي وقوه الرئيسي وتجابة ديد عام باللهوني مدد يرد قدي هاد وحان وصوا بحضي إن لو باهن يهي وحيابا مركي هورا الاستور كنا وجري إن ير لقب الدلو وبدل كوكو إن أي تهي قبليسي إن لسيحو تشيح هذا العقد الدولي ده صار قشة دخل جاذي بقولك مشان يتبان أي علاقة يبيه أفرت إن تدور قبل وضعك سيفاي وقبتان هذه قبل شيء إلا يتبان إيه مرك هذا بحنا مرك الدم بعنا جستوصني إن لو بهين يه إلا أفرت إن إيشان بقولك بدخل جاذي الدولي ده إن حاجة على جريه وحي صهري إن قط وحير مشارك شغال هذا الدولي ده إيه وحكي صهري إن مشارع ده وين الدولي ده والناشنال كه سيدا حقا كورونتا حقا ودوين كواوين ومارتي ترانسناشنال كاها ومارتي ودن كا إلاي ودمها كلا نقو حيريو إن وحيابها سبيها واوين ومشاريع دو سيدا مارتي كوا سو ساريو بيحرين كنت اللو سمي كورونتا وحيابها سو كلا إن دولد وحي سو حري مشارك دولد كويكات أرنتا إيادة إهيد أنقو هنتي هدانو معارض إهين وحوغا قابكي لو أباري لها نمبسي بي اسكو توستي دان دحوية توستين إن اي تاكلي ميه اي دور شي واي كامي تهي كمبوزيشن كا قدiga دور شده إن أساقنا ندام لو هكا جو شرعي دستور كاللو بدلو حد ويهنا وحسيد هرو ماما سيد هرو قاب كهرو لسو كين هي قاب كدوان لسو كيانا محادي دور شده عن صور دافني اسبهي سيقو حامي سيني هي إن لغا شبتي ونبتن وعلاقة شبتي وأنا وين وذا أجنهاي اللي إنك يانكي إنك استوى وحي قصة بنقول له حتى هتوصل إسبيس يعني جبدين لهن أو توس وسنك سوقي لهن الدور اللي بعد بالله سكوي ما لها دورك اللي بعد نبي قعد كده هذا رجع حكمك هاي استان إنا يكون صباحان مركا قدي الدور شذا يا إيد الله صاريا إنه مصماص وين أسمي هذا حيابي بقى إسكير فربتي حيابي فربتي أي هذا ما ندوان جيني أنا أقول أنت على هذا كسور شيء ذي وحي إن مرهر اللي جاب الجبيه يعني ربي يعني قا مرك اللي جاب الجبيه قاضب كوي قاضب الله بعد كلية أنت اللي قدر جاي إن لقط اللعبة قاضه لكن قاضب فرب بدن أو يا ماشي كي ما تي الله لا بس أنا كده وحين وقعتي هلك مليون أفرت بقول عد الله بحنا 1 مليون فوت بل وديار بالبال وهي الكري لها لكن ده كله سياسة سياسة دنا مسك جران كرتا مركا حقاير وقبض المغلسي وحنا هو قوانا هان أو حمنا أنا جانا جمد يكون شيران يعني كل اللي أنتم إياه إني تاي وانو قاير أنتي تاوجد هدا عندي ألبتي وبيحل جي هدا أنا وحويان وين الله مريو قرط وين الله بصده والكاملين أفرط بقول أوقف أو جيني إن الله بصده ويران هالمليون إني يكون شيران أيدي وانجلسي هين حاجة عدين تا سدح بلود بيكون قادر نيسا إلكترال كوميشن كا إندبندنت إلكترال باندريس كوميشن كا سدح بلود مركز ما تدري وين لو جد بيا قبل الله دي برلمان هذا قبل الله هذا يجينا سو جد بيان هذانا الله كينا برلمان كا لا بد برلمان أقل كسرية أقل كوس لا بد وقت جا هذا وحاني إيه مقطع إنا هذانا يكون أدنى عنده تدور شيء سو سعتي لأن دور شيء هيكون أدنى تاي يكون يتض لا بكون يتضوي توانكا يكون أدنى تاي وقت هذا لما هي سنة إيو سديد بلود إن هل دور شيء وين أو لقلو ريفرندم إيه هذا ندور شكل الله قلو
كلي نمبر سيبو أركا السياسة هذا أنا ففهمت هذا أنا جي أنت أنا حر ولا هين أنا كجاه الله وأنا قصير نوعي يدد بدن عايز تسير أنا كل اسمه تسير لكن دي collective responsibility على هجرته مركا أنا رجل سيء وحمل إيه وعن جرسين أنا طاير ذي واقرتي إن فرح مركا هذا أنا فير إنه ذلك كينيا أنا جوجنو أن حد مدادك حقا إنه دريمة يسبدل حاجة دخلها ولو دولته إلا دخلوه وناقصينها محوك ولا مغضار دخل هذا الكمانت دخلها ذلك ماشي أبو حميد بالجوا ودن كان سيدي حرية وقاطي يا ما أنت أنت ولا حيسه ولي هيركاس مو سنجار واحد جارسي هيركاس أنا غالها مركي دولة دي هراء أو كوليشن كهذا إسبهيس جهد لو هذا جري قرب كان نجي قرب كله وذا جرين ملاد في عمبو يو يجوي لكن لما ذي سنة يحوجاج عن صور دافني وحسد حسن عن دنين عن صور دافني أيام مدة دت كان صاق علي حكمك إنه يأد يأد لو عوين أو جرسين سيابها لو طلق علي مس مسكح هذا حلاش مس سافيدة كوتو سيس إن قالها لو ما مرة كو وحان أب وحان سميني بوروين لاقي أد فربنا ما ندي بدك سوقنا ومشاريع أنت لو طلق علي ودين هو ديما هولي بانترست هذا وان عادي وسنهن هو كم التهي مدة ترينك اللي هو هجاتيني عياد في ربضان العادي هن هذا لو حان قاعد في فلوت جرين وحلا ده يورو بوند يورو بوند كوه حويان بوند لكن جارنتيد باي ذا ستيت ولكن العجها لقى سوق هذا هي بنوك تا يوروب انترست هذا انا واسكا واسكا عادي هاي أن كنت لقلك أوها إن لو سمي مشاريع infrastructural development ودوين كذوين قطارك ومحي ترينك أوها إن لو سميها بيئ ووين وحوق صوصارة محي قوادة كورنطة صوصارة وحي لما سمينا العقطة يدهد إن corruption ماشي سوق شيء وماشي أبداً طاي لبو بيبان أمي سنحي تي كلو أن كل شيء وبرغم كيف رضى بنا أو تشينا يمال بنا أو كلا لقسو بره جرينا وحى إنفوم جري مستوحى لوسو أما هذا لوسو قادني ما ها باهذا باشرتاي باهذا عند بولنا وأنا ما هو راتنا أنت بدنا وحوي فساد بيكو هذا يكو حرام طاي هالعجها يجي هذا ماشي تشينا لقسو قادي تشينا هدنا لسي كونترادي سنجل سوسي ما سمعيني يوم حي أنا جو حانو كشقيني وحير أو ولي بقى أنا دستور كان جو سنو جلين شرع كان جو سنو جلين كمنية أن إسوتو أن دور هو تشيني أو أن إسكا لو يكوي كلنا ستكن كلب أنت بدنا على لوب حي مركا وح ولا أوران كار سنجل سوسي قف كل سمعي كونسلتنسي فيزيبيليتي ستاري سمعيني يو كمنية شغلة قبني إسكو كمني بيا حين مركا وح ونا ذي اللي كشقي وأنا جان أمي سنهي بعاد قال وهنا لوسمي يا تاكس ورلاتي أو سدح مليون يشم بقوله كن سدح بليون يشم بقوله كن أو دولار أو إني رأو نيروبي ما بس أنت وده هي سكرية مركا أرتا أنا وحنا سمينا ماسيف بوروين مركا أما هذه أفر بلاتي بحيتان كأما هذا أو مارتي وسن حميلي كرين اقتصادي كودن كسيد هدية بس صار كودن كويه لعجها هذا ضج ماشي نجس وقولي شيلين بيرج هروه يقبض ناي الحوالي لها صومالي ده يليهن يضد كدي بدك الصوت دري لعجها إنفستس كمارتي دايركت فورين إنفستمنت كسمين هاي يجنا نوعي لوجستي دايركت فورين إنفستمنت كحد نوعي لوجستي مركي أركان إنه دولار كي ووسكية هاي فولاتايل أو ستيبل وسنهن ويعبسنا يعني هذا العجها هذا بيكين شيلين بيرج هروه وحلا بحال عكتي سي واحد يبون نقضون بين نقضين يجنا لاقي الصومالي ده كده كسر جلية عن كل قاسين إلا يا أفرت المليون أو دولار يونكي مركي كور لوقا هذا هذا يقوه سيسنا اللي بعدين مليون ما كسر قبل أيه أنا ماشي هنا يكبر حديم هذا إلا اللي إحنا نكون أو بعمشتري أو مال جليال أو صومالي يا ودنا كده جورتي مركي لو سمي وحي قاب درنا أو آدي آدي سلي أي أنت اللي جسمي مال هذا صار ذي حقا اللي جتشوه أو قدر هذا عاد إيه تي هذا وحي أو نبى هذا توريزم كي أو بربر كي ماتي نبتقولي حمادي
iyo al shabaabtii iyo waxyaabi ay ka soo koray iyagana qaala badan ka soo gali jiray wadanka wixii baa suugu tagtay hadda dawladda waan arkayna anaga markii hore waxaan leeyahay waxaan kulli talabada qaadaan tan ee natiijadeeda keenay talabada hadda aad sameeyeen tan ee natiijadeeda keenay wixii isku wada tagtay hadda maanta waxay ay dhashay koow in shilinka anaga uu hoos isu socdo lacagta Kenya kor hoos isu socoto dollarkii uu kor u socdo in sicir bararkii inflationkii uu aad u sarreeyo in interest rate-kii masa lacagta ribada ee bankiga ay sartaan iyadana ay sarreyso marka ma dhici karto eegaasiito horumar they can't be development waxa weeyaan arrimahaas oo dhanba waxay tirtiraysaa the need to invest the savings wixii adiga lacagtii qofkii lacag meel dhigtay inuu mashruuc geliya wuxuu uga cabsanaya uu ilaashanaya weliba lacag adag baa lakeen isku dayo inuu ku ilaashto maxaa shilinkii baa hoosee socda ninka lacagta adag keeni lahaana wuu cabsanaya tourism kana waa saan ku sheegay markii hore adiga waxyaabaha kulli marka la isku eego waddankii dhaqaalihiisa hoos buu dhacay waxaa kulli aabo way waxaa saan ku sheegay waxaa la yiraahdaa fasaad corruption waddanka waddanka koowaad haddaanan ahayn waddanka labaad aan noqonayn mise waddanka saddexaad aan noqonayn waddamihii hadda berri hore laga caadi jiray oo nigeria ay ka mid ahayd anaga hadda macalin u noqonay oo nin kasta waxa barahayna musuqmaasuqii ha musuqmaasuqiina wuxuu ka soo bilaawday kor meesha u sarreyso ka soo bilaawday soomaalidu waxay tiri hal booli inadig xalaali ma dhasho haddii lagu yidhaahdo maanta kenya ayaa u taajirsan waxaa u taajirsan madaxweynihii koowaad oo jomo kenyatta la odhan jiray wixii uu ka tegay dhulkii ugu macaanaa ugu qiimo badnaa oo ugu qaalsanaa ayuu qabsaday oo berigii awood dowladeed uu ku qabsaday iyo wax maaragtay la macnomacneeyey oo beenbeen aho gadis ahaan laga dhigay laakiin uun caddaankii meesha joogay un lagula heshiyey lacag ka imaatay ingiriiska haddaad tiraahdo madaxweyne ninka ku xiga waake madaxweynihii labaad buu noqonayaa oo ah daniel arap moi ninka ugu taajirsan oo saddexaad waxaa suurtagal madaxweynaha naga hadda inay isku qabsadaan maxay ahayd kii ka horreeyo kibaki la oran jiray adi fahmday soo ma kan kaleo ku sixiga dil dhana madaxweyne ku-xigeenka annaga kan iyo ku hore asagay noqonayaan haddii kale ku kale la dhaha nin aanan meeshii macalkuwa mucaaradka annaga nagula jira oo hadda mucaaradka qabqablayaasha weh nin musuqmaasuqaasaytuu ka samata baxay ma jira nin kastana maanta hantida uu haysto oo hanti yar aanan ahayn boob unbaa lagu sameeyo hanti dowladda oo maaragtay la dhacay unbay ahayd marka musuqmaasuqii baa dhibkan noo keenaya wixii lagugu soo koriyey ood ku soo barbaartay oo adiga aad wax ku noqotay hal maalintaad imaata ma joojinaysid waxay dhiiggii bay gashay dadkii haa taasaa markaa waxay keentay inaan hadda aan isku dayno inaan waddamaha kale oo jiraankeen haatay aan cudurka annagii aan gaarsiinna oo aan maaragtay aan ku beerno siyaasi weyn baa tahay faarax muddo waddankaa kasoo shaqaynayay arrimaha soomaalidana si fiican ugu dhex jira markaan hadda kasoo hadalno gobolka waqooyi bari ee kenya soomaalidu ay kasoo gasho mas-uul ka yimaadana waa tahay deegaanaas laga soo doorto waxay soomaalidu dhahaan dastuurkan wuxuu ka fiican yahay kii hore fursado badan uu siinaa dadka deegaanka ma isleedahay horta fursado la taaban karo ayay hadda heleen markay xoriyadii ilaa hadda laa dastuurka anaga hagaajinay oo baarlamaankii horreeyey ba hagaajiyey dadkii halbowlaha ka ahaa baana ka mid ahaa dastuurka wuu fiican yahay meelo yaryar oo markii hala hirgeliyo hala dhaqangeliyo ay la yidhi un ay ka soo baxbaxday oo aqoonteedii hadda aan aragna oo war in yar keliha laga toosiye way iska jiraan laakiin dastuurka guud ahaan haddii la dhaha ma xumo u fiican yahay wuxuu qabaa challenges badan buu qabaa culaysyo badan buu qabaa oo ay ka mid tahay maalan hadda waxaa la yidhi dowladda waa in dibadda ay ka imaataa baarlamaanka oo wasiiraha ay dibadda ka imaadaan marka dowladdii inaad la xisaabtantaa doonaysaa ninkii aad la xisaabtami lahaydna baarlamaanku laguma jiro marka ayaa lala xisaabtamaya waad fahamtay soo ma nin baarlamaan lasoo doortay asagana oo sharciga dejinhayo yaa committee chairman isku tilmaamhaya asagii baa la rabaa inaad la xisaabtanto in wax laga bedelo horta arrintaa waa loo baahan yahay oo ay noqdaan waxaan hadda pure presidential systemkan ay wax laga bedelo oo a bit of parliamentary system lagu soo daro oo madax wasiiraha hadday inta u badan ayay noqonin qayb ka mid ah mase wadagebigeedaba
inuu baarlamaanka soo baxo dawladdi meesha lagu qabsado oo waxay qaban weydii iyo waxay gaabisay itaal gaabisay waxa dhanbo meeshii maaratay ee jawaabihii laga helo laakiin haatan nin baarlamaanka kuliga jira oo meel laga soo doortay asaga ayaa taagan oo dawladdu inuu difaac isku dayaya sharciga aan buna hagaajin karaa awood uu difaaca uu difaacayo awood uu maaratay uu duldalaalihii soo baxay amar intuu ku bixiyo uu ku hirgeliyana ma qabo waa inuu cid kale la hadlo wasiir uu yidhaahdo arrintaa arrintaas la soo sheegay bal wax ka qabta hadday ka qabtaan hadday ka qabaninbo inta badanaana kama qabtaan hadda xaaladda amniga siduu kula muuqaa dalka amniga dalka horta waa laba nooc mid waa wax iska jira oo dhibaatooyin yareer oo ana oo caadi ahoo iska fara badneed bay iska jirtay waa ka mid ahay soo galgaliddii marka hore ee al-shabaab samayn jirtay amniga caadiga ah oo maaragtay magaalooyinka nairobi wax kastoo dhanba oo kenyaanka dhexdooda isku hayaanna inkastoy soo jiri jirtay mar kasta gaabitaanka ee dowladda gaabisa ayuu mise ku kordhaa mise ku yaraadaa wax hadda qayli weyn laga sheego oo la dhahaa dhibkaasaa jiraa oo tuugadiibaa batay oo dilkiibaa batay oo boobkiibaa batay oo ceenkaasoo kale hadda ma jiro oo waxaad moodaa inay sidii hore yaro dhaanto laakiin waxaa jira amni aniga aan wax badan ka hadlay hadda ka hor oo aan idhi maadaama laba nin oo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeena oo maxkamaddii jariimada ICC-ga heeg lagu haystay ay madax nool yihiin xoogga iyo cududda dacmigana siiso lacagta siisa maxkamaddaasaytoona ay awooddeeda ka haysatana reer galbeed ay yihiin reer galbeedna ay leeyihiin xuquuqul bilow aadamka waddamaha saddexaad laguma hadleyn karo dowladaha ka dhisan qaranka maxaa dha qarankiibaa ummaddiisa baabi'inaya madaxweynaha dadkiisa laynaya ninkii ka hor imaado mucaaradu iska dilahaya iyo waxay lamidka ah oo dhanbo waxaad moodaa in dowladdeenna ay istustay raggii madaxda u ahaa sida keli oo nooga samatay bixi karno maxay ahayd culayskiina lagu hayay oo daqdigiina lagu hayay oo ICC-ga waa inaan annagii reer galbeed aan u tusno in annagana argagixisadii islaamic terrorismkii uu xoog uu noola dagaalamahay oo international terrorism aan frontlineka kaga jirno hadday jirinna sidii loo beeri lahaa falkeeda in la qabto marka wax badan oo abniximada oo dhankaasoo kale oo sidii berigii qaraxyo islii ka dhici jiray wax kastoo dhanba anu ma aaminsanay inay wax daacadnimo ay iska ahayd waxaan aaminsanahay inay maaragtay xubnayn dowladda iyo ashkaas dowladda ka mid ah ay u arkahayeen sida keliya oo reer galbeed dhaqaalana ay uga heli karaan waxyaaba badanna uga heli karaan inay waxyaaba ceenkan oo kale ay dhacaan haddayan hataa toos iyaga ayn u hagaajinin in badana la arka inay toos ka mid ay hagaajiyeen inay ahayd inaana tallaabo adag laga qabanin wixii ha dhaca dadkii ha lallaayo dhibaatadii ha buurato markaa reer galbeed hanoo soo gurmadaan arrintii maxkamaddana ha la dhaha bal waxa tan waa wax yare wax weyn baa hadda ka weyn baa nahayaay waxaa ka weyn intaanu ka salgaarayna bal tan aanan let's go slow on this waxaa ka mid ah dhibaatadii gaarska dhacday oo ardayda lagu laayay dowladda haddii ay niyad u hayso saacad gudaheed baa nimankaasaytu tallaabo adag looga qaadi lahaa dhibkana u baabi'i lahaa markay u badatana waxaan arkaa inay 10 qof 15 qof meesha ay ku dhiman lahayn laakiin ciidanka dowladda intuu imaaday oo weegaaray jaamacaddii u weegaaray yaa raggii geli lahaana la yidhi idinka ma gelaysaane intaa laga diray gaari baa la saaray inta laga saaray wadday ku baxeen 7 saacadood bay dhexda sii socdeen jaamka nairobi ka bixistiisana ilaa 2 saacadood bay ku qaadatay markay meesha tageenna hawshii waxay ku soo afjareen 18 minute gudaheed bas 18 minutes westgate markay dhibaatada ka dhacaysana sidaasi lamid bay ahayd 4 wiil oo ciidankana laba ay yihiin labana ay dad un hubka iska haystayeen mid uu soomaali yahay oo yar cabdulla dhahaw yahay yaa intay isku keenaan argixisada oo dhanba 1 qol ay keli ku reebeen oo halkii ku maaragtay ku rareebeen waa looga yimaaday gadaal waxaa la yidhi ka baxa waxaa loo siiyey fursad marka argixisada nimankii ay ka baxaan oo ay shacabkii meelaha ku dhuumanaya oo dhanba ay soo laayaan oo dilka ilaa 70 ku dhow uu gaaray marka waxaa kuu soo caddaanaysaa inuu jabkaa dhaca oo hadda maathalan hadda waxaa ka dhacay faransa maanta waxaa ka dhacay xalay arrin aada khasimo xun baa ka dhacday adduunka o dhan baa indhaha u soo marka annaga westgate markaa sifo ay adduunka o dhanba
او سو جيست انكا يا نودا ان 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 مركب ماشي كسر بحنا أسكرتي وده توجي أهاي أنا وكلي نين بعو وطير نين العاق حديثيو نين ألعبتي ماشي دكان مدي كوي على ويسكت منانك ورصة بحية وحاسكر ضعي وحي أنا قد أقنك أروها كيان وكان هاي إن فارح مرك هذا قد في رسو إن صوماليا ولا يكين ولا بدل أو شارة إن هذانا ما أنت إنكستو شالي فدرال أن ما أنت إن هاي شالي كميرجار الجزر اللي جاب حي هذانا وضن كصومالي ولي أود عجي هذي معنا له إسكت أكتر كم موقته een waxa hore looga hadlay dhuxusha arimeed in la joojiyo maamul goboleed aad deegaanka dajubada hoose ka dhisan wali dhuxusha shaqadeed inay socoto hadana socoto maxay kuula muuqata horta cid baa aday ya kule markii adduntu cid kasta dhinac buu ka goosan nimba qaranka Soomaali baa dumay خيرات كيسي بغالي هيسي شعب كيسي ماتي ديسي قبلي هيسي ويلش هيسي للي يرد هيسي متك استور دم بنين الله لنك جيران لها عدك وكا قوسن كاري لها أمو كا قوسن مصماسو قد لحشي ويجرتها مصماسو قد نبك هذا ريبوت كأخرسو إلا أي من حتوية ذا يوغاري وكينيا نلقمة ديمة يو نك وينا كينيا ديفنس فورسز مركب وينا وكرانج الأورنجري وحاله توما دتك أقوم مصماسو بدن ودن كينو يحي وإذا ماذا بروكيمنت إذا ماذا يا وحيا عن عادي هن أو الله قرينا يو يسكتشرا سومالي نبات جربا كلعي فورستي كل أي لهاين وحويان حويان بوني فورست ما قلت لك إيه فورست قصيتو بدأ مدو صمارة تلاهم كل ويان وجد إلا كون سنة كران كبر حين ماشي إيه والله شرايات حلو بالله قد جاي مركو روح كره هين وليش المرتزقين توه أجانب تنا كل حشرين أو الشباب سكويران أو تد أون لصو كريستي إن صو كريستي مسك حال لصو كريستي أي عندي لسين ياب أو في النص ما هذا الوصول حتوري إيه لكن هذا معلمين بيج عن توجلين كينيا بيج عن توجلين مركل الله حق مصماسوغا مصماسوغا ويجرا جنرالس فور جاستس وكينيا بصو صارين مصماسوغا أنا وحويا عيدا كمشي جوجي ماذا هذا عيدا كإلا ماذا حتوي هذا إيه زدمت حنطه صوب هذا حتى الشباب يجي يبن كاس أدم ودهشيس اللي جيه كان حوش السوق بأنت ماريا أنتي أنا كقاطع ضد إمارته وش قاين هي عيني محيي هد جبل أنا يلا ورئيسي اللي يري محيي هد أنت محاك كتره ما والله ورئيسي بنين أصلا كهل اللي ما بتشرين لكن أصلا جيب السوق بودي لأن مال كستا ده بقولي محيي هد كوادي جن هيان عودي سومالي ما لحد يضرب لما الحين هك صوب الله إلا مد ما مل قبلات جوا إلا ميت كستو جوجا كم برمان كتير وحير موية كل واحد مودا إنه إلهي أنتو كقاضي قيمه إيو قبك أنتو كقاضي ننكستو نمو آير ربي إنه ننكلو نادي جيران ودبر الفون نقطة وحنا الله درس إنه أصلا حكم كيسي وحكي أوجاي ويا أنا بس ناسق كتيران يسوي استاجي وحير هذه وح وحبك مشر مركل لكن أنا ونكسونا وحيد عاي يعني ونكسونا يدك السمي بارتانكا وجورناليست حزبك أنا كور كم ترسنا حزبك على كم ترسنا وقبائل كينيا ونبا مارتي سكود حشران أجنبي وكتيرة مصمم صمحن ولكن أيتين كصومالي ذا خيرات كهذه يبدأ هذا بهي ما يي فورست كذا لبوين وجيستي وح كان هنا أنا نجرين وح كذا غنى أنا نجرين ها إلا صومالي ما ضحى ها ده ود كيسي ده الكيسي بهي مهرد دي سنو يفسدوا دياروي أنا هو مصمم صو كنت تخصصنا وأدونك وإحنا اللي مد أنا نجرينا ده وين كيف يسنا هنا وهذه فهمت السما أيضا كل وش شيء جاي وانا مصمم صو ده مساكين أي لان هيا هي هيد هي هيد بريجي ومن نولا بدي وح الشك أنا كتشرين إن إذا أنا سيدي ولي لو قرن هيا مركب دمنا أنت مراكب إيه كيني يا ودمها كلا كيانان أيجا إيه كقاضن دوران هي هيد مراكب تأجنبي أو كشقة يصدون تأي غالي كقاضن دوران صوماليا وحويان ولا لوري ودم الجيران بلا لوري مركي اي الهي انتو ضد الصوب هي اي كحروب دونان
أنا 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 مدام أن أنا جي سومالي أن هاي جيران سدن أسكوه والله بكون الصراحة هذا كذا ما إلهي ما رتي إنه أدون كيس الرجل موجي أن من أكل السعودي وهي أبع هذا ود تاريخ إكين الدونه هل كميه ملاحظ أنا ضو النص ما سخو شقي هنا ين هل كميه ما مركي هرم سهاد مركي هرم الشباب لا ترتران أسكوجين ما ترتريان هاد مرة ربان الله ترتر على الشباب على الشباب وحوي حسامحي أو يجي سيء محي هاد نفسك أي كتشوغان سومالي أو لوبو بحي أو سان وانت قرنك اللوبابين هاي ماركو ودن بيسان وحصور تقلا أورتو حدو قاتا إن إتوبيا كينيا أنا قابلنا ميتشل ديفنس باكت ميتشل ديفنس باكت كينيا إتوبيا أنا قابلنا وحويا نت سومالي كليكو عادل أنا ما بديت أنا جمعت على حسين أمريكا ولا لكن هذا بوليسي أنا جا تور سوماليا وحلو ريجين إثيوبيان كله ريجين كينيان إثيوبيان كله وش جا بس ما سووا هذا دان هل أنا كهل إنك ويا أنا جا ترسنا أهلا وسهلا بحكله ماشي كوجر التملها مركز سيدي إن لوسي بربرين لها قوذا مقلسي وحنا هو قبنا أفريقيا بانها جيران بانها ولا البان لنا وحبان وقبنا منا حول الله ما قبنا هي إن لوسي باب إيو يا الله ربا مركز إلا سوعلي بوليسي جاها فرونت لاين ستيتس إنها سوماليا جيلي كرين هذا إنترست لأول حياة يعني أنا ربا أنا كبحان إذا ماذا أجانب تسيبة إثيوبيا كينيا أي جيبوتي هذه القدرة ما اللي ويت الناس كورنيل جيبوتي وأنا من صومالي كلي ويدن غنيا لكن أودو ذا سكير أودن كاير أو مارتي اقتصادي جيسة بس محي إيكونومي جيسة وكحرين هي إثيوبيا 80% أو إمبورتس كودي يا ماشي مرتاح marka ayagii wax oodi yara umbay inay maartay ama waa national interest ba hadu saysa inay maanta bilaankan tii soo dhigan isku qaabin kareen iyagoo inay hoos hoos inta kula hadlaan waxaan iska ilaaliye waxaan idhaan mooyee bilaankas ma soo dhigi karaan laakiin haday qasab noqoto in la isku wada daro waa in colonel ba ka hadli maalweeti wuxuu yiri al shabaab ba meel looga baxay waan ogeyn anaga ethiopianka al shabaabka inay heshiis u dhaxay oo si qorshe cad ay u dhaxayseen laakiin day ninkii wuu ishayn kari waay waa laga qaaday meesha miskiinka waa difantii soma waxa loo qaadeen ka ka qaadayna haatee u danqanaya oo hintii iyo dibkii iyo culayskii iyo kulli waaysa qeyradii waaysa tabar ma hayo laakiin waa gartay in hadda in waxa tahay gudoomiyaha ku xigeenkii hore baarlamaanka ahayd in muddo ah waxaad ku dhex shaqeynaysaa arrimaha baarlamaanka sharci dejinta baarlamaanka Soomaaliya shalay way kulmeen een inkastoo isniinta la balamo go'aankii la qaadan doono laakiin waxa la soo jeediyay talaa in horta ciidamada Kenya ay ka baxaan gudaha dalka Soomaaliya madam in dhinac bariga lagu eedeynay inay soo xad gudbeen oo barigi ay dhismo ka wataan xuduudii ay soo galeen shalay bad ay hore u jirtay in maxaa isleeda horta xilligan baarlamaanka Soomaaliya markasta waxa la arki jiray iyagoo mooshin un dawladda ka dhinaca wada laakiin maanta inay Soomaalinimada u istaageen Soomaalinimada say ugu istaageen ma ku sheegi Soomaalinimada waxay hadda waxay oranay ciidamada Kenya ka soo baxaan dhulka ay ku jireen oo jamhuuriyadda Soomaaliya ciidamada Itoobiya ولو سي جوغان صوب صوب ودي فهمتي سوما تا وحي بيريسا لولتن كي الصومالي الصومالي بين سوما شكت بين رومس رومس ما شكت بين بس شكت لولتن كي قبيل قبيل كي الصومالي ذي كدحي اي بيري دون تا وركون هبل باوتا كون هبل باوتا ودي فهمتي سوما كون هبل باوتا كون هبل باوتا لماذا قلبا هبل هبل اي كدن ليهين سومالي سومالي بي اوتاي سومالي سومالي امركو اي دباتو او جيو كانغ كينيان كا انغنا بالك عين كا سومالي لجنسيها يا لو سو جيسنيا بارك تنبدايه واي فهمتي سوم مركا مركي لا يراه ciidamada Kenya habaxan way adkaanaysa ana ku sheegdayso waxa fiican li yara ciidamada ajnabiga oo front line ka anaga nagu la jiro hawada baxan in li yiraahdo wadi garso hawada baxan in la yiraahdo qaranimada Soomaali sidii loo soo celin lahaa kalgacaylada Soomaali iyo dhibaato yar yar ka oo Soomaali u dhaxeysa meeshii looga bixin lahaa yaa loo baahan yahay in lagu hoolgalo laakiin ana dabar dhilif baanahay mid baan dabar dhilif u ahay ana mid baan dabar dhilif u tahay ka dabar dhilif ku ahayd ari hal la bixiyay kii dabar dhilif ku ahayd hal la daayay yuu ku oranayaa marka dambe kii kale waa inta Soomaa amil baanahay yani nin Soomaali oo amil ahayn oo Ethiopia iyo Kenya iyo wax la mid ah ajnabi aan amil u ahayn malaha way fahamtay sama marka war camilnimadii ka wada baxa oo cadawga iska wada saara
إلا أن واحد هذا ود سومالي كهاي مو واحد كله الآن وناق وهايو ما جرت أنا قبل كان كينيان هنا نبكى إنه كان يسافر كذا بعيان كذا قنينا كينيان كي أو سومالي إيو قبائل كرونا بهذا وحن لنا كسر سارع إذا كان جحك وإذا فهمت سما ما هذا وحن إكسبورت كسر ما يني أوندو فيني مسوغا سوغاني خاين ما ذا نذي ومد بعمل هذا لقول الله هي ده هذا أسكر رشان هيان ما قرا عيان الشباب أنا كل شيء وين قرا عنه مركو لكن ما شو بده وحويان شعب الأول هي دربي على نسبة ليه دربي وحلاه نسبة قرا إن الوقت كي أمانكي حبات أمان الوقت كيني لقالهم بالبوبي ربا ورجل بين ليه ربا وأرجع سيد ما نسكحر إنها يهود بقى دربي فلسطين نسكحر تاني أنا قال دربي أنت نحرنا dowladdan ay tiraa hada loo qoondeey lacagti iyada ah nin kasto madax ah raga waaweyn oo xirin yakuuska ugu waaweyn wadanka ma gartaalkay ay dhahan hadana ninba uu kontraad uu siiyo walaashii walaalkii inaadeerkiyo meshii boobkii ma loo dan leey mooyee hatta amaanka kiinya hal sugma amaankii uu sugmay anaga hor sheegna waxaan dhahnay war u baxan amaan ma sugahaysaane musumaasu bad meshii joogtaan in man Soomaali oo Kenyaana gobolka loo diibo nin Soomaali oo Kenyaan baa loo diibay وهجر على صالح الله أما شتور هانجري مركا هورتين قد ما هانجري محي هيد قوانا تورا قبل وسوع لي أمانك هذا ما شعب بلانطحي طالن يرسو مالي بالقي دي بعطي دي ويبا بي عيسا مركا ما بالله أباها أنه دقالها أساقين هاد عريامين بيكو هيانا ودقالها هم بالله عريامين هيا محال أنه بدي بو سوقها هيا لما رأونا بدي نلسوق إن فارح وحط هاي سياسي صوماليا حد ناس كينيانا لبضي لنعبا قبيل الصومالي ذا لكن كينيا قرن كي وكينيا قرن كا وكينيا قبيل كي وصومالي قبيل كا وصومالي إن سياسة الصومالي نسيف عنا وقولون دلوا شباب ولا سعطاء إن مركا أتفيري سو هذا إن سهودين تا بريج الله جسمي أما بدي للي هاي صدق الصومالي ذا كدعونا إن بدي إن الصوم إن دولة كينيا سوق الشيء وفرصة وقسم ما يصير يسحدود كهرباء إن ترترتو محكو ولا مغضاري قرمي هرتوا حم بلودين هنو هرت أنا إن كم بريج وكهال وصوماسو ماذا حضر نظر لا وقنا عنويان هذا قرر سمه وصوماسو قم بقلو قد اللي مويه وحبه نوسن ريبي كنا ولوكي هذا عدة كنا الله بضي بن عباس لقوسكي وصومالي كنا يعني جنسيات مهيستا كنا جنسيات مهيستا مصايد كيانا بيكون مهيستا زانا بيكون مهيش أبالية وغانا بيكون مهيش كيانا بيكون مهيش تركانا ذا كل بيبضغة كلين جينتا وكوذا نولي تربي ما يلغو لسينا مجرد تربي عريبي كنا ملا أنا وحنا رجعنا رجل بدن باون بير الحبش اللي قدونا هي. بدأ إن أنا كهله أنا وهرتي مجعلي. لكن لابد من بصوب حد أنت. هرت محكمة ده عارف تجوك تحت. حكى سيدك ترسان عرقنا. محكمة ده. سيدك جويس أنا عرقنا. بس أنا حقي كينيا لا يذهب إيه سومالي ودي ذهب إيه سو أمارتي حقي كينيا إن كي بصوب حيا. هو بدأ يكين لهد بصوب حيسا، مستبط صومالي أي لهد بي ما ضح صومالي أنتي لروش عت عرين، أي مارتي يجي أي سيدين، لما ضد نعمل راعي، يا هدنا مارتي عيبت مركي فشل متي با يا دبعت هذا سيتو عنكاس أي قبل لعبة ماشي، وذي فهم شو سمه، وذي فهم شو سمه، تولد بيشرتي صوماليا، أو هشيس كبدأ قشي. تولد وحي أوجيت، وحنا كستوي بابلو دمين تاي وملك كستورن بس كي قرن تاي، سمارة السيدة السويدين تيجي وها جاي جتني، سيدة أنا جهاد دانو دورين، ما هسي أنا هروب سوا وها جاي جتني، ما يفهم سوا، إنا حق تاي إنا حق هاد تاي وح كستاس كده كلام، حكمت دم بقول دون تا، ما ذكر سوا، لكن قيب بلارن، وما لح سمارة يده، ووحنا أي وحكو جايين. ما أنت نين بناك وسوي بحنا ورنا ورانا جاه واحد صحيحني واحد دنت عن كله هنا واتن يتن هدي أي ومشان هدي دونان هدا نحكم لي واقف تسمع هلا قاس أي واحد أي مجموعتي واحد أي هجين مركا رج صحيحي وحي صحيحين وحي كوكس بيني صحيح وين الشيء أنا جرب هدو إحنا جم قنيح وحنا نجمع قنا. محكمة ده سيد ويا صو صار دون تاي هدي وحنا نجمع قنا وأنا هلا. هدول صو حوار نجمع قنا أنا محكمة ده صعبة. ما أرتي أورن دون تاي وحنا نجمع قنا. دول مي بعد ما أرتي دولة بربرتية ومساكينه. يدبو يربو بربتاني. يا أودي ملسك فريستان أورن دورة. لكن هذا تاو ما بحنا بين لقى دولة محارب محكمة بيجوك ده.
nidaamka Soomaalidana ee dood adag bay geysteen anagana dood baan geysanay adag xagga Kenya in marka hadda fiiriso dawladda Soomaaliya in hadda Kenya county ka jira maamulo goboleedyo jiraan gudoomiye gobol u leeyahay oo dawladdi dhaqaalahaadi dawladdi hoos amal isku maamulaan anaga federaal aan qaadanay wixii weyn ugu cusub yihiin waxaad arkaysaa maamul goboleed asaga dawlad kale to heshiis la galay madaxweynaha maamul goboleedkan ah wuxuu technique ama ciidan la qaadana ama resource-ka iyo wuxuu la qaybsana xiriirka noocaas ah maxaan horta ka baran karnaa dawladda Kenya ee noogu horeysay waxba kama baranaysan wax shaqo isku leeyeen ma laha maamul goboleed qarankii santa dawladdi xamar joogtay ayaa inay arimaha foreign affairs iyo military-ga iyo lacagta la daabacayo saddexdaba iyo dastuurka oo maartay la difaacayo saddexdaba dawladda centralka ayaa ku shaqalay waxaan haddaad arkaysaan waa leedan qaabsaday waa leedan lahaaday ma garta halkii qaranka xamar jooga hadday intay dagaalamaan ay dhahaan war qaran baan ahay oo adduunka ay u cabtaan adduunka ay u cabtaan war faragelinta lagu hayaa laga bixiyay ay dhahaan waxbaa loo samayn lahaa qarankii baa daba dhilfay madaxweyneyaashii qaranka ayaa kulli ninba ninka kale ethoobiya daba socdo kenya daba socdo meelaha u qosqos lahay oo ceenkaa iska jira marka waa lagu dhex geli aad baa dhibaato bayn lagu geysan waad fahamtay sooma dhibaato weyn ee lagu gaadsan anigu waxa weeyaan xaqay kenya leedahay soomaaliya in raacdo ma rabo xaq soomaaliya ay leedahayna inay kenya raacdo ma rabo maxaa dhihi inay iga dabaimaataan diidanahay in laga daba imaado oo hadhow caruurtiida caruurtooda culays lagu furo oo la yidhaahdo maalin baad noo gafteene waxyaabihii aan ka soo gudubnay dib loogu laabto yaan labadaba aan aniga aan diidanahay marka waxaan diyaar u ahay inaan soomaaliya ay annaga jiraan fiican aan noqono laba waddan oo maxay ahayd economic maaragtay union samayn karaan hata haddii rabo east african community intaan ku soo darsanno hataa political union aan samayn karo over period of time laakiin faragelinta hadda soomaaliya lagu samaynayay oo mase annaga aan ku samaynahayn mase tiibiyaan ku samaynhayaan mase ajnabi kale uu ku samaynhayo anugu raalli kamihi marnaba waa dulmi waxaa weeyaan af ingiriiska waxay dhahan you're supposed to be your brother's keeper markii walaalka uu liito inaad garab qabataa la rabaa inaad maalinba gacan ka goosato lug ka goosato maaragtay aad meel ka goosato lama rabo taasa hadda socotaa faarax inta badan waxaad ka hadashaa ood aad u dhalishaa waddamada dariska ah gaar ahaan dawladda ethoobiya iyo kenya iyo kenyaba oo mas-uul dee kenya ana waa tahay qofka doodaada dhegaysta faarax macalin ma wuxuu u hadlayaa xildhibaan baarlamaanka soomaaliya waraysigan ma waxaa lagu waraysanayaa nin kasoo jeeda soomaaliya oo baarlamaankii matalaya mise nin kenyan ah xoogaa dadku inay kugu wareeraan maxaad ka dhibsatay waddankaagaad ku nooshahay iyo ethoobiyada dariska kula ah aniga horta waxaan ahay kenyan baan ahay waddankaygana daacadnimadaan u ahay saan daacad ogu ahay walaa madaxweynahaana daacad ogu ahayn walaa madaxweyne ku-xigeenkaana daacad ogu ahayn waxaan meesha yaacayo oo madaxtinimo raadinayo kulli wada musmaasuq miiraneh iyo aniga isku meel horta miisaana lama saari karo waddankayga daacad baan u ahay laakiin waddankayga waxaan rabaa inuu waddamaha kale oo jiiraankana si xalaal ah oo fiican aan kula noolaano ma rabo cuduradii annaga na burburiyey inaan aan intaan saarno diyaaradii iyo baabuur aan saarno inaan u safrinna waddamaha jiraanke anugu soomaaliya soomaaliyaan miihi soomaali baan ahay amanana soomaaliyaan ama kenyan waad igarsama waddankayga daacad baan ahay waana difaacayaa waddankayga mar kastaba laakiin markuu musuqmaasuqi iyo dulmigan iyo waxyaabahan hadda socdo oo dhanbo ethoobiya iyada waxa weyaan waa gumaysta wuxuu ka qayb qaatay scramble for africa africa markii la qaybsanayay gobolka soomaalida oo hadda ay xoogga ku haystaan iyo xoog ku qaateen inta kalena way ku darsan rabaan waad igarsama annagana waxaad moodaa madaxdaanadii in laga dhaadhiciyey war annagana boobka nala gala maanta laga goosan karaa aan annagana qaybtaanada ka qaadanno wayna ku muuqataa waxa hadda ka socda meeshii adahayd laakiin soomaaliya dadkeedana qaxooti bay u bateen inta ku hadhayna madax waxaa ku dhacday death of leadership waxaa ku dhacday
هجامي ما نصابح إذا ضاع عده أو جيسيال له أو رجع دمر له أو فوجينا أو أنت هوسو كنا ريبل كنا ريبل أنا فيرين إنه أنت جود فيرين أيو يعني ماشي كوتشين سامالي ماشي كوتشين مركا تاوي يدي بيسا ربع في عنا وقت وعن ربعين عدود حقله أو أنقرب كوسوا هاي سنة أو كينيا ولا الله ما قرثال كي أو بريكا مالين أنا هادو دي من قبصه إن أنا 2007 وحن كسيجنا إنا بربرنا ودنك الناس يدولي لها أو أننا نقبل لها وحنا لقبل لها وسكة استبوا سدة عندما يقولي من هالدقن لها يا رب أي سومالي أنا قط مركات إنا سومالي أي ضد كذي يضل كذي الدولة دي ده بأي قيمة يشان أي دجان أي حوج يشان أنا ما أقول يانا تايدنا إنا نقط وذا هو وين أدونك وأقول يانا تايدنا واقرتي فرح أن أقدم بنتي إن شلي قدامي كحجين كبار لما كده هيد aan muddo dhowr sano ah siyaasadda Soomaaliya ku jirta ee siyaasadda dalka Kenya siyaasi ruug cadaa ah oo maanta waxba ka dhahsanayna tahay aan waxa soo dhaw 2017 ka doorasho in la galo wadanka faarax ma waxa la dhigi karaa shalay baarlamaan uu ahaa ama sanadkii rabaa oo shalayna mar u soo istaagay meel ka sii sareysa uu rabaa muxuu yahay horta macaamiisha xalada oday Soomaaliyadan ka ahna siyaasadda ay ga bis kulli waxan baad maqashay baar malaynaya warku ma yara ay maxaad maqashay warku ma yara maanta adiga laga qoro farax buu raba wax badan baa la isku dhaxwada koox badan oo kenyan ah oo Soomaalida ay ku yartahay oo kenyan kale yihiin war qof nadiif ah oo saafi ah oo Soomaaliga wali aan soo marin oo warkiisana cad yahay yaan madaxweyne u rabnaa ay soo istaag weeyleen oo dhalinyaro u doon tahay aqoonyan kale ay maartu badayeen midda horta waa mid meesha ku jirto iyada hadaladeeda kulli waa qasaan maleeynaa in badan oo kalena kuraas kale oo kala duwan oo ay ka mid tahay gudoomiyaha baarlamaanka iyadana waa la isku hayaa oo waa la hadlayaa laakiin mar dhow aan fogeyn war cad baa maqli doontaa hadaan madaxweynuhu istaago waxaana shaki ku jirin inta uu soo istaagin hadda oo cadcad oo firfircoon حسابك لو هاد عن كل ترتمي كلامي شرط لكن نضيف نما هدي لا دهي يو 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 فنان يدا عندما ودن كلو يه حنا ما لين كينيان كات نك ودا عصرنا ونضيف سن وهو مقطع لكن دو حد ما قال خصوب يحد دون عليه موج إلهي بأك وكس يجلس وانا سنعي صوب معه وانا أركه لكن هاتن ودن كان بدبادي وبهية كينيا بدبادي وبهية Soomaaliya sidee badbaado maanta martay kana ka dhana badbaado u baahanyahay hadii doorashadan hadda 2017 ka si fiican oo xalaal loo sameeyay waayna cabsi weyn oo wada kurkure ya hadda anagana haysa tii hadda soo dhaafay oo ma idan xalaal ari faarax kula hadlay waxna imsan ay kenyan ka dhana imsan yiin in wax laga shubtay laakin dib male waxaan dib ugu sii noqonayaa malaha haatan si uu meel qondonta meel un baa un wada hadalkan farada badan oo socda xisbigeyga iyo meelo badan ka socdaan iyo kenyan kale badan ay ka socdaan oo maal Soomaalida gobolka u dhalatay meel un baan waqti aan dheereen oo aad u dhaw un baa lagu dhawaaqi doonaa marka aan diyaar u ahaado insha Allah aad baad u mahadsantahay in faarax macallin dawaara ayuu ahaa gudoomiyaha ku xigeenkii hore ee baarlamaanka dalka Kenya oo martay inoogu ahaa barnaamijka wareysiga toddobaadka waa ruug cadaa siyaasadeed waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtiga qaadid faarax nasiisay iyo sidaad naga qayb gashay barnaamijka wareysiga toddobaadka aad baad u mahadsantahay